ان شاء الله نويت اسوي مسابقه تنظيف الشواطئ حق الشباب وحق البنات. انا اكتشفت شغله في هذا الشعب الخرا، قاتل الكلاب هذا، قاتل الانسانيه والبشريه هذا، وخديته كله طالع راحت يجمع لي تواقيع، يجمع تواقيعك، يجمع تواقيعك وزرقهم. ولكن الفيديو هذا فيه إساءات كثيرة ومخالفة للقوانين. في 40 ثانية نجح بالوعكة في استخدام أوطى وأرضى للألفاظ والشتائم، ولا اكتفى عند هذا الحد بل جمع وشمل شعب كامل. عبودكا قدم مال خيرية كثيرة، ممكن بعض المسؤولين ما قدموا مثل ما قدم عبودكا. الشخص سوى مبادرات للمتقاعدين، الفئة المنسية، 2 نظف شواطئ، 3 وقف مع كويتي بتركيا. أيسجن مثل هذا؟